تحكي القصة التي يرويها إنجيل يوحنا أحد رسل السيد المسيح الاثني عشر أن يسوع حضر مع والدته السيدة العذراء وخمسة من تلاميذه عرسا في قرية قانا الجليل، وهناك تجسدت ألوهيته بعدما طلب من الخدم أن يحضر له ستة أجران مملوءة بالمياه قبل أن يحولها إلى خمر بعد نفاذه في العرس. ففي قانا كانت الأعجوبة الأولى، أثار بعد فيه الجران اللي عمل فيهن أعجوبة تحويل المياه لخمر، وعنا المكان المغارة اللي هو المغارة كانت هي مكان يهربوا منه الرسل واللي آمنوا بالمسيح يهربوا من الاضطهاد الروماني بهذاك الوقت. هون شو هلأ؟ هون لوحات، إذا ملاحظة في لوحات تذكارية بتمثل العهد القديم، مخطوطات أو كلمات عبرانية أو بهداك الوقت، بس عوامل الزمن ما حد هالشيء. إذا ملاحظة العروس مع الفستان تبعها، مع سنايا الفستان، شفتيها كيف إنا؟ هاي بتمثل عروسة قانا الجليل. عنا بأعلى نقطة بقانا اسمها الجليل، يعني هذه المنطقة مطرح ما صار فيها العرس، مطرح ما هن الجيران موجودين، لأنه المسيحيين طلعت من هون، لأنه بقول لك أولى آياته كان بين قانا الجليل. هلا نحن وين رايحين؟ هلا نحن نازلين على المغارة، المغارة تحت. أوكي. وفي عنا صخرة اللي بتمثل هي سيد المسيح مع تلاميذه، بده يمارسوا شعائرهم الدينية، بده يصلوا، كيف قدام شو بده يصلوا؟ بده يصلوا، عملوا هالأشخاص منحوتة بالصخر. هيدي المغارة اللي عم يحكي عنها مغارة المسيح، بقول لكم مغارة قانا. قرب لجوا، ريجارد. شايفين المغارة؟ فيك تفوت إذا بدك، فيك تفوت، فيك تفوت، تبي راسك بس. يقال إنه هيدي المغارة، هيدا الباب إله منفذ لغير مطرح، يعني في ناس فاتوا لجوا بس ما قدروا، ضاينوا لأنه ما في أكسجين، ما في شيء، بدها شيء تأهيل أو شيء مثلا، يعني ما فيك تفوتي بلا أكسجين. طب هاي المغارة شو أهميتها هلا؟ هون شو كان، مين كان يوقف هون؟ مين كان يقعد هون؟ هون الرسل، رسل المسيح تلاميذه، كل المسيحيين الأوائل اللي هربوا من فلسطين اجوا سكنوا بهالمنطقة، أكيد مش كلهم يعني القسم. ومع أن السيد المسيح زار قانا إلا أن المسيحيين في هذه القرية عددهم نحو 5% من سكانها، بعدما كانوا يعدون 60% تقريبا. طالما قانا هي أول عجيبة انعملت هون، عم بحجوا المسيحيين على قانا ولا لا؟ من مش بس من أهل الضيعة، من كل أقطار العالم صار جاي. في ناس أنا كنت جيت معهم مرة من أوروبا لهون، أخذوا تراب من هون وأخذوا معهم، قالوا لي أرض مقدسة هون فعلا، يعني أنا تعجبت إنه موجودة عنا بقانا هاي ومش عارفين قيمتها، وليك برا كيف عاملين قيمتها، فعلا أنا تعجبت. رمز ديني، يعني موطئ قدم السيد المسيح، أرض مقدسة، دعست إجرادة عصوا عنا بهالأرض هون. بعد وزارة السياحة التي اعتنت سابقا بهذا الموقع الديني، ستؤلف لجنة من مهندسين وعلماء أثار لإزالة ما تبقى من شك في أن هذه القرية هي قانا الجليل الوارد ذكرها في الإنجيل، وبذلك تكون الأرض قد أدركت نعم السماء واعتنت بالمكان الذي داسه منذ 2000 سنة تقريبا السيد المسيح. من قانا، رشا الكرم، قناة الجديد.